معي عبر الهاتف المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا. سيادة المستشار، اليوم وخلال احتفال الرئيس بيوم القضاء المصري أكد مجددا كما يؤكد دائما عدم التدخل في الشؤون القضائية. إلى أي مدى ترى أن الرئيس السيسي كان داعما لتلك المؤسسة العريقة منذ توليه الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الفضل لله ثم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحديد يوم موحد أو عيد موحد للقضاء المصري بكل جهاته وبكل هيئاته، وبذلك أصبح يوم الأول من أكتوبر هو عيد للقضاء المصري في يحتفي به كل عام إن شاء الله. أيضا يرجع الفضل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أنه أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، فهو الذي وجه وطالب وبإصرار شديد بأن تعين المرأة المصرية قاضيا في مجلس الدولة وعضوا في النيابة العامة، وبذلك فإن المرأة المصرية بإعمال هذا الاستحقاق أصبحت تتبوأ مقعدها اليوم على منصة القضاء العالي سواء كان قضاء إداريا أو قضاء عاديا، وبالتالي أخذت المرأة حقها في تولي المناصب القضائية شأنها شأن شقيقها الرجل، وبالتالي ليس ثمة تفرقة بين الرجل والمرأة في تولي المنصب القضائي الآن. هذا كله يرجع إلى الله ثم إلى شيخ إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية. نعم، هذا جانب. جانب آخر مهم في إطار تطوير القضاء استعرضه الرئيس اليوم هو ميكنة منظومة التقاضي. إلى أي مدى ترى أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على المواطنين، أولا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده وزارة العدل، ثانيا في إجراءات التقاضي السريع؟ أولا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة إدخال العدالة الإلكترونية لجميع المحاكم والجهات والهيئات القضائية المصرية، وهذا أسلوب يؤدي في الحقيقة إلى سرعة الفصل في القضايا وإلى القضاء أو المساهمة في القضاء على العدالة البطيئة التي ظل المواطن المصري يشكو منها فترات طويلة. وبذلك فهذه الخطوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر إنجازا كبيرا يقف له الزمان تقديرا وتحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتالي اليوم حينما دخلت العدالة الإلكترونية في المحاكم والجهات والهيئات القضائية المصرية أصبح المواطن المصري يحصل على حقه بسهولة ويسر شديدين بعدما كان يتأخر بسبب البطء في التقاضي. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الجهات والهيئات القضائية والعمل على استقلالها وضمان حيادها وتحقيق العدالة في جميع فروع المحاكم والجهات والهيئات القضائية. نعم، وأكيد من شروط العدالة إعطاء كل ذي حق حقه. الرئيس أيضا كان هناك يعني شيء لافت في الاحتفال بيوم القضاء المصري، وهو توجيه التحية إلى المستشار عدلي منصور، طبعا نظرا لقيادته البلاد في وقت حرج في تاريخ مصر. أولا هذا يكشف عن وفاء يتمتع به الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما وجه العدالة لقطب من أقطاب القضاء المصري وهو فخامة المستشار عدلي منصور الذي تولى رئاسة البلاد في فترة كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أصعب الفترات التي مرت على مصر، إلا أن الرئيس عدلي منصور بفضل الله وبتوفيقه استطاع أن يقود السفينة ويصل بها إلى بر الأمان بتوفيق الله وبعونه بإذن الله. نعم، أشكرك جزيلا سيادة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا.